استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي تشرف بإهداء جلالته النسخة الأولى من كتابه تاريخ القضاء في البحرين الذي يوثق مسيرة القضاء منذ عام 1783 للميلاد مع قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس الشيخ أحمد الفاتح. وحتى نهاية الثلث الثاني من العام الجاري 2021 في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وفي مستهل اللقاء وجه حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك مملكه البحرين المفدى حفظه الله ورعاه الى الاسراع بالعمل على عوده الصلوات الى ما كانت عليه في السابق بالمساجد والجوامع مع الاخذ بالاحترازات اللازمه بما يتفق مع الضوابط والشروط الصحيه التي تمكن المصلين من اداء عباداتهم وصلاتهم في يسر وسهوله معربا جلاله الملك المفدى عن شكره وتقديره على هذا الاهداء المتميز منوها بالجهد الذي بذل في اعداده ومحتواه من معلومات قيمه توثق مراحل تطور القضاء في البحرين وما حققه من انجازات حتى وقتنا الحاضر مؤكدا رعاه الله ان البحرين حظيت وعلى مدى عقود طويله بقضاء نظامي استطاع من خلال نزاهته واستقلاليته المساهمه في تقدم المملكه في كافه المجالات مشيدا رعاه الله بالتنظيم والتطوير المستمر الذي يشهده القضاء البحريني في بنيته ومختلف تشريعاته مؤكدا انه امتاز عبر مسيرته الناجحه بتحقيق العداله وتامين حقوق المواطنين والمقيمين بالاضافه الى تعزيز مبادئ المساواه والحفاظ على الحريات من جهته عرب معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفه عن شكره وتقديره لجلاله الملك المفدى على دعمه المتواصل للمجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه مشيرا الى ان كتاب تاريخ القضاء في البحرين يعرض في خمسه فصول حاضر القضاء البحريني ضمن سياقه التاريخي ويقدم رؤيه مهمه للتفاعلات والتحولات والتغيرات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والدينيه والتي حدثت في المملكه ومدى تأثيراتها في البنية القضائية والقانونية والتشريعية. مؤكدا معاليه تطلعها بأن يكون هذا المرجع التاريخي دافعا للباحثين والمهتمين نحو مزيد من الاهتمام بالجهد التوثيقي الموضوعي في مختلف المجالات.